المرشح الوحيد الأستاذ والأخ العزيز جمال محمد فخرو، فهل توافقون أن نبارك له بالتزكية؟ إذا يفوز الأخ جمال بتزكية المجلس، فمبروك على ثقة المجلس بكم. انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس وأيضا المرشحين هي الأخت الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، فهل أيضا تباركون لها؟ طيب، مبروك ثقة المجلس بكم، وبهذا أنا أعتقد تنتهي أعمال جلستنا اليوم.